السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. هاد لا فيديو البنات جبت لكم قنيضرات بمناسبة عيد الأضحى. كيف ما كتعرفوا البنات، فيما جبت سلعة جديدة كنبغي نشاركها معكم ونتمنى تنال الإعجاب ديالكم. كاينه البنات هادي، قندورة طويلة، غندورة بالكم، مطروزة كما كتشوفوا. هذه الثمن ديالها 2400. كاينه هذه حتى هي نفس الثمن، وتشوف زوين. كيشوف اللبسة زوينة، كاين هاد اللون ونفس الثمن. لي طايلي فيهم الال والاكس ال والدوبل اكس ال. اتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم. اللي بغات شي حاجه مرحبا بها. كاين هذا الموديل ثاني حتى هو زوين، تشوف ديالو مبرد. بالكميمات، بيجامة طويلة، الثمن ديالها 2200. فيها الزواقة في الصدر، وتشوف البنات زوين بارد، شايفة لي طاي فيها الال والاكس ال والدوبل والطروة. الثمن ديالهم 2200.
كاين هادو تاهما. هادو نصكم، هادو كيديروهم 100 درهم، 2000 ريال. التوب ديالهم تاهو زوين وفيهم لي طاي. هادوك اللي وريتكم قبل فيهم صفيفة عريضة، هادو صفيفة رقيقة ونفس التوب. نتمنى البنات ينالوا الاعجاب ديالكم. التوب ديالهم زوين وبارد ديال هاد الوقيته. خليكم دابا البنات الى فيديو اخر ان شاء الله، وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق ديالكم.